السنة الدراسية 2024-2023. دكتور متقدم ساهم جاكم اليوم سيد الوالي. عدد التلاميذ 5276 تلميذ يجتازون هذا الامتحان، امتحان تقييم المكتسبات، وتم تجنيد جميع الوسائل المادية والبشرية من أجل إنجاح هذا الامتحان، وتمت أعطيت إشارة الانطلاق من طرف السيد الولي الولاية في خلال زيارته لهذه المؤسسة خلال زيارة الأقسام البيداغوجية، وانطلقت العملية في أحسن الظروف، ونتمنى التوفيق والنجاح لأبناء التلاميذ إن شاء الله بهذا الامتحان إن شاء الله.